السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج الشعوب المقهورة في إيران. بحمد الله عز وجل التقينا بمجموعة من الأحوازيين وأيضا من الأكراد وكذلك الأدريين في هذا الأسبوع في معرض الرياض الدولي للكتاب، وكانت الدعوة من وزارة الإعلام الثقافة والإعلام السعودية لمجموعة من الأحوازيين وأيضا من الأكراد والآدريين، وهذه خطوة إيجابية وخطوة رائعة جدا أن نرى إخواننا وأهلنا بيننا في هذا البلد. الليلة أشرف باستضافة الشاعر الكبير موسى الموسوي. حياكم الله أبو خالد، وأهلا وسهلا بك. حياكم، تشرفنا بك في الرياض. الله يخليك. بين أهلك وبين أبناء عمومتك. الله يحفظك، شكرا لك. والله أنا أول شيء طبعا أشكر قناة وصال لاستضافتي، وأشكرك أبو أصيل، وأشكر كادر القناة الحقيقة لهذه يعني الجهود اللي بذلوها لدعم القضية الأحوازية خاصة. الله يحييك. وأشكر المملكة لاستضافتي لمعرض الدولي للكتاب في الرياض. طيب، قبل أن نبدأ يعني في موضوع تطورات الساحة الأحوازية في الداخل وبعض المعاناة التي يعانيها أهلنا في الأحواز في هذا الوقت وخصوصا بعد الحصار الدولي على إيران، كيف رأيت الشعب السعودي من ناحية القضية الأحوازية؟ أكيد التقيت بأطياف من الشعب السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب، في المطار، في الفندق الذي تسكن فيه الآن، في الأسواق. يعني أعطنا التصور الذي وجد أبو خالد حينما التقيت بالسعوديين. كان يعني معي ضيف سابق كان يعني يذكر بأن كان لديه تصور سابق وتغير هذا التصور لما أتى إلى الرياض. كيف كان تصور أبو خالد السابق وكيف كان تصور أبو خالد الآن؟ نعم، أنا طبعا بالبداية حقيقة يعني قبل لا أجي للمملكة وقبل لا أطلع إلى هولندا لأوروبا، كان ما يوم فرطنا، إحنا ما نفرط بأخواتنا العرب أبدا، مهما ينسون ما ينسون، أو حتى إذا كان مفروض عليهم لبروتوكولات وقضايا، لكن إحنا ما نفرط بأخواتنا أبدا. حتى بين قوسين يعني ذاك اليوم كنت في هولندا في أمشي بالشارع، واحد مغربي من الأخوة المغاربة قال أنتم منين؟ قلت له احنا من الاحواز. قال الاحواز وين تصير وشو اسمها وكذا. قلت له اخي والله انا بيوم كنت يعني عمري كان 16 سنه كنت اغرى عن سمته وبليله اللي هي احتلت من قبل اسبانيا. هي من المغرب. يعني قلت له هاي المشكله مشكلتك، يعني ما طالع من هو الاحواز. قلت له الاحواز هو اي، شرحت له، فهو حقيقه رحب. فهو غياب يعني غياب الاعلام العربي وغياب المشروع العربي هو يعني تسبب في هذه القضية، ولكن الآن الوضع يختلف تماما. أنا حين ما نزلت في المطار وأعطيت الجواز عاين عليه قال لي أنت منين؟ قلت له أنا أحوازي. من قلت له أنا أحوازي يعني الرجل قام ورحب كل ترحيب وكأنما أنا جاي لا مضيف، مو جاي حقيقة. ما أعرف شلون كانت كثير يعني هم استانست وهم يعني صارت عندي قشعريرة يعني حقيقة. واصطحبني المطار من بداية لحد نهايته هذا أخونا الأحوازي، ولا حد الآن ما بعرف شلون يعني ياهو يقول لي الأحواز والنعم على راسنا، الأحواز أخونا الأحواز كذا، يعني حقيقة الوضع الآن يختلف. طيب، يعني لما مثلا التقيت بأطياف من المجتمع السعودي في معرض الكتاب، نعم، هل وجدت من يعرف قضية الأحواز ومن يجهل قضية الأحواز؟ والله يعني هي الأغلبية والأكثرية يعرفونها. ما شاء الله. الأكثرية يعرفونها، وهي طبعا من فضل قنواتكم. الحمد لله. أنت أبو صيل طبعا أنت يعني هو الشخص اللي الدور البارز في نشر قضية الأحوازية. واجبنا. جزاكم الله ألف خير، وإن شاء الله هذه مكتوبة عن حسناتكم. إن شاء الله، بإذن الله. الله يخليك. فحقيقة فالبعض منهم يعرفون الأحواز كاسم، ولكن يحبون يسمعون من عندنا، يحبون يسمعون. فحقيقة
أخذونا في زوايا يعني، هو لما ما يعرفك حوازي يقول لك من فضلك تعال أنا وياك في زاوية نحكي أكثر، أحكي لي ما شاء الله. فنحكي لهم، نحكي لهم يرحبون، واللي يكتب يكتب، واللي عنده كاميرا يصور، وما شاء الله يعني يستحقون أكثر من ذلك أبو خالد. الله يخليك، الله يحفظك، والله إحنا يعني قلوبنا مع كل إخوتنا العرب، الله يعافيكم. إن شاء الله أن يعني كما زرتم هذه المنطقة وهذه الدولة أن نزور دولة الأحواز إن شاء الله في المستقبل القريب. إن شاء الله، إن شاء الله أردكم هي. طيب مشاهدي الكرام، نشرف بتواصلكم واتصالاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا. ستكون أسئلة مختصرة للضيف عن قضية الأحواز وما يخص الأحواز في الداخل، فقط حفاظا على الوقت. نتمنى أن يكون هناك يعني استرسال في المداخلات. أعود إليك أبو خالد قبل أن ندخل ونسأل عن تطورات الساحة الداخلية في أرض الأحواز، لابد أن نسمع منك قصيدة. أنت شاعر كبير ومعروف في الساحة الأحوازية بشعرك الشعبي، فنود أن تتحفنا بقصيدة عن أي شيء يخص قضية الأحواز. أحسنت. حقيقة يعني أنا دائما أكتب على الحدث، يعني أي حدث اللي يصير أكتب عليه. نعم. وآخر قصيدة اللي كتبتها هي الحدث اللي صار في الفلاحية، مدينة الفلاحية اللي حضرتك كنت تدري بها. وهذه القصيدة طبعا بثت يعني وبالأحواز، حتى الشباب يعني يخبروني يقولون لي في الأحواز يمكن 300 أو 500 قرص سيدي يعني طبعوا منها وبثوها. ما شاء الله. قصيدة هي قصيرة، ولكن للحركة اللي صارت أخيرا بالفلاحية. نعم. هي موجودة طبعا على اليوتيوب، واعتقد موجودة عند حضرتكم، ولكن ما لكن هذه القصيدة اللي عندي الآن هي تخص نهر كارون. يا سلام، نريد أن نسمع نهر كارون. نعم، اللي هو من ضمن النهر العظيم، اللي من ضمن المشروع، اللي أصبح جاف الآن. إيه أصبح جاف، لأن هو من ضمن مشروع احتلال فارس، اللي هو يعني جف هذا النهر، هذا النهر العظيم. اللهم استعان. القصيدة: الغيم الغيم من السراب يريد مجعة ماي، وعكر كل سمان اختاض ما غيم، تدثر صدر شطنة وما يطهر الميت، ذاك الجان بشمس الله تتحمم. كانت الشمس دائما تصدح في نهر كارون العصاري. تدثر صدر شطنة وما يطهر الميت، ذاك الكان بشمس الله تتحمم، شطنة كان روجة يخوف السفان، ليش اليوم قاعد جرحت وجروحة تتلتشم. نهرنا نهرنا آخر محطة الشمس وقفت بيه، لقت بلا محطة وقامت تردم، الشمس كل ما تفلحط قبل تورد بيك، تبخبخ روح حب كارون وتسلهم، الشمس لو صوفرت خجلانة من كارون، والدنج الهامة بخجل وتعظم، صورها صور الشمس صورها بآلبوم كارون محفوظات، وكلهن ذكرياتك منجد ومعجم، الصور والآلبوم بيد اللصوص باق، فضوهن وغصر أحلامك تهدم، إذا حتى الشمس حرموها من الماي، طفوا عينها وما بعد تتفلهم، طفت عين الشمس من نشف مي كارون، وجلب وجه القمر عن نهر ومدلهم، النجم معلن حداد لن نجم وينوح، لأن فاقد نديم الكان فيه يلتم، قل لي بيافقه يا مانع الماعون، قل لي بيافقه يا مانع الماعون، وأبسألكم يا اللي تصلون، الجزائري وذول اللي هم الآن صاحبين الاحتواء، قل لي بيافقه يا مانع الماعون، وأبسألكم يا اللي تصلون، وعن كل الصلاة ساهون، إذا أذن مؤذن وإحنا يا مكارون، هم يجوز وسط النهر نتيمم، أفوض أمر للسبحان وهو بهاي يتحكم، وشكيل الحزن وشكيل حال الهور، وعن وزنة البرد اللي يبساها الضيم، ليش بلا سبب خيراته تتسمم، ليش بلا سبب خيراته تتسمم. حسبنا الله ونعم الوكيل، وبإذن الله عز وجل أن يعود هذا النهر الجميل. ويعني حتى يعرف المشاهد يعني هذا النهر مثل ما يعني نقول نهر النيل، نهر الفرات، من الأنهر الكبيرة في عالمنا العربي، ولكن بفعل السياسات الإيرانية
تم تجفيف هذا النهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. معي مشاهدي الكرام اتصال من السعودية. أبو هشام السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. حياك الله أبو هشام، تفضل. حياك وحيا القيمة على القناة وحيا شاعرنا. الله يحييك، تفضل بمداخلة. أقول الأحواز عربية وشيء معروف، هو الإنجليز أعطوها الشات، لكن ليه ما تصير مقاومة هناك مع الكرد السنة؟ نعم، طيب سيجيب على سؤالك. شكرا لك أبو هشام على هذا الاتصال. قبل أن يعني نجيب على اتصال أبو هشام، صور لنا الوضع الداخل في الأحواز. هناك من يقول بأن الأحوازيين يعني ينعمون بنعمة كبيرة، وليس هناك فقر كما يشاع أو كما سيس لهذه يعني هذا الموضوع. ليس هناك بطالة، ليس هناك مقاومة يعني تحصل كما حصل في أرض الفلاحية وفي الملاشية وفي الثورة وفي غيرها من المناطق هناك. بإجازة يعني، كيف هو وضع الداخل الأحوازي؟ هل يعني ما يذكر بالفعل صحيح، أم أن يعني هناك من يحاول أن يهون مما يحصل من جرائم ارتكبها النظام الإيراني بحق الأحوازيين؟ نعم، النظام الإيراني بطبيعة حالته دائما يعني هو يرتكب جرائم عظمى ولكن يلمحهن أو يخفيهن. والآن الجرائم اللي يرتكبهن قاعد يرتكبهن بحق الدول العربية واضحة في وضح النهار. ودائما يستخدم العرب، هو ما يدخل مواجهة مع العرب، يستخدم العرب، في بعض عرب ملتزقة ومحتوين يخدمون المشروع الإيراني للأسف. فإيران عدة مناهج كثيرة لقمع الشعوب، مناهج لا تحصى ولا تعد. هو مثل ما قلت لك براغماتي ودغمائي، يعني عجيبة. فشعبنا يقمع بشتى، لكن غياب الإعلام العربي وغياب يعني وسائل الإعلام هي دائما ما تغطي هذا الشيء، لأن هناك شيء بالشيء يذكر. يعني حضرتك لما ما أرد أعد لك الجرائم اللي ارتكبها، وأسأل الآن قبل شوية يعني قلت لك يعني خلخال عدم 18 شخص، ومنهم من عائلتي أنا 3 أشخاص. ما يعني ما كنت تعلم. طيب قبل أن نتحدث في الجرائم، نأخذ معنا اتصال من ألمانيا على أساس ما ينقطع الاتصال، تسمح لنا سيد موسى. معي طارق من ألمانيا، السلام عليكم. مرحبا طارق من ألمانيا. طيب نعود إلى ضيفنا. الجرائم يعني كيف تصورها بإجازة يعني؟ أي نعم، الجرائم اللي يرتكبها النظام الإيراني بحق الشعوب الغير فارسية، يعني القضية خاطر لا أكون أنا محتكر على قضية الأحواز. هناك إيران يشكل من شعوب غير فارسية، وهم الأكراد والبلوش والعرب والآذريين، أي الآذريين مثل ما يقول. هناك يعني سجون ما شاء الله، يوم عن يوم السجون قاعدة تتوسع في 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 الأحواز أو في المناطق الغير فارسية. الأنهر جففوهن، أنهر 3 أنهر عندنا، الجراحي وكارون والكرخة، كلهم يعني حرفوا مسيرهن وخذوهن إلى رفسنجان وإلى أصفهان. الماء اللي هي مادة حياتية، ناهيك عن النفط والغاز والثروات الموجودة، هذا كله ما نقدر نتكلم عنها، ولكن هذا الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، مو هيك ولا؟ الماء هاي المادة الحياتية، حرمة والشعب من تجففوا الأهوار، جففوا الأهوار، والآن أصبحت الأهوار أرض قاحلة. فهاي تلويث البيئة اللي جاعد اليومية، العواصف الترابية اللي جاعد طمأهنا في الداخل. احنا عندنا إحصائية أخيرة يمكن في هذا الشهر اللي فات، عندنا 500 شخص أصابوا في مرض الربو والسرطان من خلال هذه. طب هناك من يذكر مثلا يقول بأن يعني هذه العواصف الرملية تحصل في الكويت، تحصل في السعودية، تحصل في قطر، ليش يعني خصصتوا الأحواز بس فقط؟ لأن هناك عندنا يعني عندنا أهوار، قبل لا تتجفف الأهوار ما كان عندنا أي عواصف ترابية، وإحنا كنا موجودين وأحياء. حتى آبائنا وأجدادنا ما كان يوم من الأيام تراب أبدا. لما ما جففت الأهوار في سبيل أنه هناك آبار من النفط كشفوها أخيرا، جففوا الأهوار، والآن العواصف الترابية، لأن هذا الهور هو كان يعني
المنتج الوحيد للمنطقة، يعني فيها طيور، فيه سمك، فيه مي، يعني كل هذا نشفه وجففه. هو هذا أكبر ظلم يرتكب حق الشعب العربي الأحوازي. يعني قضية الماي اليوم مادة حياتية. اليوم الماي يباع بالشارع، يباع على الناس. طيب يعني أزمة الكهرباء الحاصلة الآن في الأحواز، نسمع بأن هناك أزمة كبيرة في الكهرباء. أزمة خاصة أخيرا، هي الكهرباء بحد دائما يعني هذه المشكلة موجودة، ولكن أخيرا صارت أشياء كثيرة، خاصة قضية الكهرباء اللي صارت في الأحداث الأخيرة. هي والله يعني أنا أجزم أنه أقول شيء، لكن قضية الكهرباء هناك ملابسات فيها، خاصة في من قبل اليمينيين والإصلاحيين اللي منه هيك عندهم انتقابات. بدأوا يعني يلعبون على هاي الأوتار أنه نظلم الشعب، نظلم الشعب، تأتي المنقذ يعني. خاطئة المنقذ، ولكن هم ما اثنينهم ما هم منقذين أبدا. الشعب واعي، لكن صح هو يدفع ثمن، تروح منه الكهرباء ويشبح عطش ويشبح حر، ولكن واعي يعرف من هو اليمين ومن هو الإصلاح. لا يفيد احتواء بعد ولا يفيد أي شيء. يعني الشعب الآن الحمد لله مستعد، إذا في يعني فرد هيك حركة واحدة إن شاء الله راح يوصل إلى قايته. نعم. ماذا عن المقاومة؟ يعني حتى أبو هشام من السعودية يسأل يقول يعني ليش ما يكون هناك مقاومة؟ يعني فهمت من سؤال أنها يكون مقاومة موحدة مع الشعوب الأخرى. صحيح. المقاومة هي طبعا في طبيعة حالها، لأن الآن هو الأحواز ما عنده طريق إلا على العراق، ومنها طبعا على البحر ما له طريق، ما عنده إمكانية للخليج، ولكن العراق. والعراق كما تعلمون الآن هو أصبح يعني قضيته واضحة. نعم. يعني هناك ميليشيات وأخطر من إيران أصبح هو يخدم المشروع الإيراني. فإلى أين نأوي إذا كنا يعني نريد نقاوم مثلا؟ ما عندنا أي ملجأ. صحيح. حبذا عندنا جبال الأكراد، حبذا لا استطعنا. طيب اسمح لي أبو خالد، معي اتصال من المغرب. عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله عمر. والله ندعو لكم بالشفاء والمحبة. تفضل يا عمر. وعليكم السلام يا شيخ. السلام. عمر تتصل من المغرب. الله جميعا. يا ريت تغلق صوت التلفاز. أنا نقفل. ها هذا يبدو أنه أحوازي. ها صوت أحوازي يمكن. تفضل يا عمر. طيب انقطع الاتصال. لا أكمل حديثك، قطعت الحديث قبل. نعم. وأما الشعوب الغير فارسية اللي موجودين يعني على الساحة الخارجية الآن، الأكراد والعذريين والبلوش والعرب، البلوش طبعا قليلين يعني في البناء بالبرة. نعم. يعني بالخارج. نعم صحيح. أكثر على الميت بالداخل. حقيقة ما يعني صحيح يعني دائما نشارك معهم في مظاهرات ويشاركونا في مظاهرات، بس كاتفاق مشترك ما في حتى ما صح يعني هذا الشيء. طيب يعني نتمنى ذلك. يعني من خلال تجربتك مثلا في اللقاءات مع السياسيين من الشعوب الأخرى. نعم. أيضا مثلا كزيارتك الحالية الآن لمعرض الرياض الدول الكتاب. نعم. يعني مع آدري وكردي. صحيح. أصدقائنا طبعا. يعني كيف تجد الانسجام يعني مع مثل هؤلاء؟ والله هو الانسجام يعني على سبيل شيء شخصي، يعني احنا أصدقاء دائما نتواجد مع بعض وعندنا تواصل مع بعض، لكن هو القرار ما يرجع إلى شخص أو شخصين. يعني هذا الأخ اللي هو من الأكراد هو أعتقد كان مسؤول قناة في فرنسا، وأعتقد عمله مستقل أو ربما ينتمي، لكن القضية ترجع إلى قرارات القيادات اللي موجودة التنظيمية. احنا الأحوازيين مستعدين، احنا مستعدين. أنا صح شخصية مستقلة وشاعر وطني للجميع، ولكن أعتقد لو هناك قوة موجودة احنا ننتمي معها من أجل إسقاط النظام وتفتت إيران، لأن حقيقة أكل الأخضر واليابس. نعم. طيب أود أن أتحدث معك أبو خالد حول يعني قضية الهجرة. يعني كثير من الأحوازيين أصبح لديهم هاجس الهجرة، وبعضهم الآن في تركيا وبعضهم الآن يعني مهجر بلا جنسية. ألا تظن بأن الهجرة والترويج للهجرة أنه يضعف القضية الأحوازية؟ نعم. هي الهجرة لها يعني لها حالتين يعني. نعم. أنا أعتقد لما الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من الضايقة وفي مكة
راحوا هاجروا إلى المدينة. نعم. بس لما ما هاجروا المدينة شو كان هاجسهم؟ فتح مكة. نعم. أنا هاجر للمدينة في سبيل أفتح مكة، لكن أنا أهاجر للخارج ولا أفكر في الأحواز، هذا هجرة ما فيها خير أبدا. وفي من الأحوازيين من يفعل ذلك، يعني يذهب لي مثلا الرفاهية أو هو هنا هو طبعا هذا حق الجميع، يعني أي واحد هو يختار طريقه، يعني يحب يهاجر أو لا، لكن هي يعني كهجرة، الهجرة يعني هو الفرس يغبلون بها، يتغبلون الفرس، حتى مو نهاجر إلى أوروبا، يحبون أنه نهاجر إلى بلاد فارس خاطر يجيبوا الفرس بجانا. إحنا ما نترك وطننا إلا من كان يعني مجبر، إلا من كان مجبر، المجبر مثل المعتقل أو عليه خطر. نعم، لكن أي واحد ما عنده أي مشكلة لازم يبقى ويتكاثر. حتى أخوتنا الصابئة، الطائفة الصابئة، يعني إيران قاعد يسوق لهم في سبيل هاجرون، وهم أهل الأرض واجدين الآن الصابئة بكثرة في استراليا، في استراليا وفي النمسا وفي أمريكا، وهم أهل الوطن الأصليين، يعني هم في الأحواز هم أقدم من عندنا كلنا، يعني في الحضارة الإعلامية هم كانوا، فهم أهل الأرض الأصليين. فإيران دائما يعني الاحتلال يحب يهجر هذا النسيج، هذا النسيج الطيب الأحوازي، ما يفرق عليه صابي كان مسيحي، المهم انتماء العروبة والأحواز، خلاص هذا ما يكون يقضى عليه، يتعايشون فيما بينهم، خلاص هذا هم يردون يكثرون الهجرة على الأحواز خاطر تتغير التركيبة السكانية، وباشر إذا كان تغيير المصير إجا من أمم متحدة يشوفون الأكثرية فورس والقضية تنتهي، ولكن هذا إن شاء الله أملهم خائب. طيب يعني يعني حال المهجرين الآن، يعني هل يعني يشعر بالخطر؟ يعني الآن موجودين من المهاجرين في تركيا بكثرة. نعم. بعضهم يعني لا يعلم أين يذهب. صحيح. وأحيانا بعض المهربين يعني يقودونهم إلى الهلاك. إلى الهاوية. وبعضهم يعني يحتاج إلى مادة أكبر. صحيح. يعني ما الحلول لمثل هؤلاء حقيقة؟ يعني أن نجد بأن يحتاجون إلى مادة وإلى أموال كثيرة حتى يهاجرون، وليس لديهم أموال، والبعض يعني يغامر بنفسه ويذهب إلى الهلاك. فيعني رؤيتك أنت بحكم يعني خبرتك وإقامتك في هولندا أكثر من 8 سنوات. نعم، هي يعني القضية تغيرت أساليب الهجرة من بعد القضية اللي صارت في سوريا، ثورة سورية. نعم. أنا كنت في لبنان، أنا ذاك يعني مقدم في مكتب الأمم المتحدة، كانت الأمور هادئة جدا، تروح تقدم وتشرح ملفك، وإذا هناك يعني صار تحقيق عليك وعرفوا أنه تستحق اللجوء فيعطوك لجوء. لكن الآن المعادلة تغيرت، يعني من تدري شنو صار بالعالم. نعم. وحقيقة وأكو ناس من يستحقون اللجوء، الأحوازين إحنا الوحيدين إذا طلبنا اللجوء نستحق، إحنا حالتنا حالة، يعني لأنه حقيقة لا في تنظيم قوي اللي يقدر يدعم يعني أخوتنا اللي موجودين مثلا في تركيا. مثلا احنا في حينها لما كنا في لبنان حقيقه صعبه علينا سنه زمان في لبنان، صعب علينا كان يعني لما المارد ندبر الايجار وندبر يعني صعبه، يعني الامم المتحده ساعدنا، فماكو يعني تنظيمات الاحوازيه ضعيفه لان ما تدعم من قبل اي دوله. صحيح. ما لها داعم، يعني لا حول لها ولا قوه، فكيف يعني هاي الناس فحالهم حال اخوتهم اللي موجودين في تركيا أو في بلدان أخرى. طيب. نتمنى لهم إن شاء الله الموفقة. السيد موسى، الاعتقالات والإعدامات يعني بشكل متكرر، وأيضا هناك تقارير تثبت بأن هناك يعني إعدامات يعني أضعاف ما حصل في عهد أحمدينجاد. نعم صحيح. ويعني حقيقة يعني مثل هذه الإحصاءات التي ذكرت يعني من منظمات حقوق الإنسان لا تبشر بخير القضية الأحوازية. صحيح. كيف قراءتك لمثل هذه الإحصائيات التي انتشرت يعني قبل أمس تقريبا في صحيفة الشرق الأوسط؟ قريتها. عن يعني هذه الأعداد الكبيرة من الذين أعدموا في عهد روحاني. صحيح. حقيقة يعني لما ما إيران يلعب على هاي الأوتار، أوتار الإصلاحيين واليمينيين، هو تارة أنه يقول هذول اليمين المتطرف. نعم. وهذا شوي أهون، بينما تحت ظل عباء هذا الأهون يعدم أكثر. يجي الإصلاحي أنه هذا منفتح من أجل يعني سياسة الخارجية، يعزز سياسات الخارجية،
يعني أنه هذا ملك إصلاحي ويدور الإصلاح، ولكن هذا هو شر البرية. حتى في عهد خاتمي كانت الإعدامات أكثر إحصائية، وأيضا في عهد روحاني أكثر وأكثر. فهذه القضية إحنا بالنسبة إن كناس تحت الاحتلال وحتى القوميات الغير فارسية هذا الشيء إنه مفهوم فهمناه، يعني فهمناه وعرفناه كامل، يعني ما يفرق أي واحد يجي بس في طريقة أخرى إلى طريقة خاصة لإبادة الناس، والشيء أوضح بالشمس. لكن الآن الحمد لله وشكر بعد الإحصائيات بدأت توصل، وأنا أعتقد أول أمس قرأت في الجريدة الشرق الأوسط أنه الإحصائية ارتفع إلى أقصى الحدود، يعني المكان في على في زمن أحمد نجات. نعم. طيب أبو خالد يعني لابد يعني بأنك قد سجنت يعني أو اعتقلت، هل هذا صحيح؟ نعم. طيب يعني كيف يعني يصور أبو خالد الموسوي حالة السجن أو حالة التعذيب التي تكون في هذه السجون؟ نعم. حتى يعني يتصور المشاهد ما يعانيه إخواننا الآن موجودين في السجون، سواء كان يعني في سجون معلومة أو في سجون مجهولة لا يعلم بهم حتى الأهالي. نعم. السجن هو في كل حالاته سجن، هو حتى إذا كان مبني من ذهب هو سجن عذاب. لكن النوب السجن في إيران طبعا، وبعدين السجن إذا كان هو للأحوازي أو للشعوب الغير فارسية في إيران، هذه أشد 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 بمضاعف، وخاصة النوب بعدين العرب. العرب سالفتهم سهلة، يعني الجندي الصغير أول ما تدخل بالباب السجن الحد الأخير يضربك أنك عربي. هذه حالة. أنا لما كنت في السجن أنا ذاك يعني طولت بالزنزانة سنة ونصف أو شوي أكثر في الزنزانة، يعني ما شفت لا يمكن بالخمس أشهر نشوف خمس دقائق الشمس يطلع، اللي ما يسمى هواء خوري، ما يعرفونها هواء خوري، يعني تتغير جو برا بالأربع أشهر خمس دقائق يطولك. بعدين هكثر تعود على الزنزانة اللي حتى من يطلعونا نخاف من الشمس، نقول لهم رجعونا الزنزانة أحسن. الله مستعان. نعم. فهذه حالة وكثير من الشباب يعني. طيب ما أنك تحدثت عن يعني عن هذه الحالة، هل كان هناك تعذيب داخل السجن؟ نعم، التعذيب داخل السجن هو في البدايات أكثر، لأنه الشخص اللي إذا مسك يردون من عنده معلومات حول العمل ماله. أنا أتذكر أجيب لك نموذج من التعذيب اللي يعذبونه. نعم. رادوا من عندنا طبعا معلومات عن أصدقائنا، من ضمنهم الأخ أبو عمر اللي إعلام بالسويد. الشيخ شايع. الشيخ شايع هو، لأن هو انهزم، فإحنا قلنا لأن انهزم بعد كل شيء عندنا إحنا نقول هو أبو عمر. نعم. إحنا هيك متفقين. أي واحد من عندنا ينهزم يروح، هو الآن راح للأمارات، فإحنا المساكنة قلنا بعد إحنا الشيء اللي عندنا نقول فلان له نهزم بعد خلاص لا ندب علينا، اللي هم بعدين هو انخطف بالبحر وجابوه والحكم بالإعدام الرجل، ومن ثم مؤبد، وأخيرا جر 16 سنة حبس الرجال. بعدين أبو عمر. أبو عمر نعم، هو الله يمسيه بالخير، هو الرجال يعني والله الله يذكره بالخير، هو طبعا زميل كنا مع بعض نعمل يعني ما شاء الله. في البداية أنا وأبو عمر كنا، والمرحوم موسى الطائي، والأخ خالد الآن بكندا، خالد عبيات ما شاء الله، وأخوة بالداخل الآن أتحفظ عن ذكر أسمائهم. الله يحفظهم. الله يحفظك. فانسجننا. التعذيب لما المال هذا المحقق يريد اعتراف، يريد منك اعتراف، يجيب لك ورقة اسمها فوق مكتوب النجاة في الصدق، قال الصادق. هذا الصادق دائما هم يعني يستعملون شماعة. زين أنت إذا تكتب الصدق يعني خلصت سالفتك، يعني عكس القضية يكون النجاة في الكذب، يعني يكون أنت تكذب حتى تنجح. فإذا ما تعطي شيء يأخذونك إلى مكان غرفة، الغرفة طبعا هي مغلفة من داخل من جوا، مثل شلون هذه الغرفة ما صار صوت بها حتى لا يطلع صوتك، وفيها صرير، والأرض مال بها حصو، أرض الغرفة بها حصو، والسرير طبعا في كلبشات من 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 الأيدين ومن الرجلين، يشدونك بالكلبشات ويجي هذا يضربك على رجليك، لا حول ولا قوة، يضربك على رجليك كل 100 ضربة، لأن واحد يحسب كل 100 ضربة إنه يخلونك تمشي مرة ثانية على الحصو
من أجل الدم مرة ثانية يجلب الكف رجليك والجوج يضربونك حد ما يأخذون من عندك الأفادة. وفي وحدة هذه آلة يخلوها هيك ويضبوك بها يضغطوك بها وكل شيء اللي عندك أنت لازم بعد تحكي فتحكي الشيء اللي تدري بنفسك يكون عليك خفيف الشيء اللي يكون عليك خفيف تحكي والله الشيء ذا ثقيل عليك وتحكي يمكن يوصلك إلى المشنقة. فانحكمت أنا كم حكم عليك؟ أنا انحكمت 4 سنوات في السجن الأول من عتن تبعيد إلى سجن أصفهان داز جرد ونص من عنده في الأحواز خلصتهم والسجن الثاني طبعا أيضا 4 سنوات فبالمجموع 8 سنوات أنا كان عمره 20 سنة وثمان سنوات راح في السجن أحلى أيام شبابي. الله يعوضك بالجنة. الله يحفظك. وتزوجت من بعد 2 أسبوع زمان طبعا وانسجنت وخالد يعني طلعت يقول لي عمي ويقول أخوي أبوه يعني ما يعرفني بس كان يجي وي أم المواجهة. والآن ما شاء الله تبارك الله صلى الله يصلحك الدرية يعني الآن هم يعني يعوضونك يعني فيما حصل. الحمد لله. لا ما شاء الله يعني عندكم إذاعة صوت المهجر وماسكها خالد وأبنائك. أشكر الله. ما شاء الله تبارك. بما أننا تحدث عن إذاعة صوت المهجر يعني أريد أن تعطينا نبذة عن هذه الإذاعة. نعم والله هي بالحقيقة صوت المهجر هي إذاعة تم يعني إنشاءها العام سنة 2016 سبتمبر. نعم. سبتمبر وقعدنا شكلناها أنا والابن خالد والأخ يعقوب حيدري والأخ أيوب حيدري اللي هم أخوة ما شاء الله وابني وليد اللي هو التقني وهو اللي نصبها الإذاعة عندنا لأن هو مهندس شبكة ما شاء الله الله يحفظك. وبهذه الإمكانية المتواضعة استطعنا أن نربط الخارج في الداخل يعني صوت الخارج صوت المهجر في الداخل الأحوازي فكبداية يعني هي فيها تقنية تراوي إن وكم ناس تسمع لنا فبالبداية كانوا أعتقد 300 شخص أو 300 موبيل أو جوال. نعم. لكن ما شاء الله يعني من بعد فترة إلى أن وصلت الآن إلى 80,000 موبيل يعني ما شاء الله وكل موبيل ربما 10 أو 5 أشخاص يسمعون ما شاء الله ما شاء الله. والآن الحمد لله كيف طريقة المتابعة حتى يعني المشاهد الأحوازي ممكن أن يتابع برامجكم؟ هي في رابط يعني إحنا دائما موجود على الفيسبوك وموجود في الوسائل التواصل الاجتماعي هذا الرابط يكبس عليه وتنفتح هذا الموقع هذا الموقع فيه جميع الأرشيف طبعا أرشيفنا وشغلاتنا فيه موجودة ويقدر يستفاد من هذا الرابط. البرامج يومية ولا في يوم محدد؟ البرامج هو بالسبوع 3 أيام الساعة 6 PM تستبدي والحد الساعة 9:30 الليل ولكن يتم تكرارها بالنهار يعني أي واحد بيدخل إذاعة بيجد الحلقات والآن تحولت طبعا حتى على قناة اليوتيوب يعني ما شاء الله طوروها الشباب جزاهم الله ألف خير خالد والأخوة اللي موجودين الله يبارك بجودك. الله عوضك أن دخلت السجن بعد زواجك بأسبوعين وهذا هو خالد ما شاء الله وأخوانه ماسكن إذاعة وتناصرون قضية الأحوال الحمد لله الحمد لله نشكر الله على ذلك. طيب أبو خالد الآن الساحة الداخلية في الأحواز يعني كيف تقارنها بفترة الماضية يعني هل الشباب الآن بالفعل يقاومون ويحاولون يحافظوا على هويتهم أفضل من الفترات السابقة لأن هناك من يقول بأن يعني الشباب في هذا الزمن يعتبرون يعني ما شاء الله مسكمي هويتهم وأقوياء ولم ينجرفوا مع النظام الإيراني أكثر مما سبق. صحيح الفترة الأخيرة مثل ما حضرتك تفضلت أصبح التمسك بالهوية الأحوازية والهوية العربية أكثر بكثير من قبل لأنه الآن في تواصل اجتماعي موجود وفي وسائل إعلام موجودة والناس تتابع وخاصة قناتكم الموقرة هي لها أثر كبير يعني الحمد لله. هي صاحبة الحصة الكبيرة لنشر القضية الأحوازية ودائما تلقى الأحوازين يتواجدون أمام التلفزيون يشاهدون هذا كلهم متابعين هسه أنا أحكي ما شاء هذا ما يشرفنا والله في قناة وصال الله يحفظك وهذه أنتم صاحبين الحصة الكبيرة وجزاكم الله خير جزاء على هذه القضية وهن هذه الوسائل هي سببت الناس تشبث أكثر لأنه إذا ما في تفاعل ما في إعلام ترى الناس شوية يصير ملل نعم صحيح
لأن لا حول لنا ولا قوة. ما ما ماكو ما ماكو شيء ماكو شيء حقيقة. لو كان أكو شيء كان أفضل القضية كانت أفضل. نعم. طيب الحمد لله. طيب أبو خالد، يعني رسالتك للأحواز في الداخل، يعني النظام الإيراني لابد وأن يعمل على التفرقة. نعم. هذا من قبيلة بني الطرف، وهذا قبيلة من قبيلة بني كعب، وهذا سني وهذا شيعي، وهذا يحاولون أن يزرعون الفرقة. نعم. بمثل هذه التصنيفات، وهذا من داعش، وهذا وهابي، وهذا يعني سلفي. صحيح. يعني مثل هذه التصنيفات يحاولون يعني أن يضربوا الشعب. صحيح. ويجعل الشعب الأحوازي يضرب بعضه بعض. نعم. فما هي النصيحة التي يوجهها أبو خالد الموسوي إلى الشعب الأحواز؟ طبعا أنا أنصح، ولا أني بصدد النصيحة، لأن الحمد لله شعبنا بالداخل شعب واعي، وإن شاء الله لا 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 يحتاج النصيحة. أنا هيك. نعم. لكن أنا أنوه بهذا الشيء. جميل. إيران، النظام الإيراني بطبيعة حاله يدعم كل الأطياف، يدعم البحثيين ويدعم الدواعش ويدعم حزب الله ما أدري حزب الشيطان، ويدعم يدعم يدعم في سبيل تشتت العرب، تتفتت هاي المناطق العربية كلها. إذن القضية أنهم مدانين خصصها على الأحواز، دائما هو يشتغل في شتى الطرق، اشتغل على القبيلة على القبائل ما قدر يسوي شيء، لأن الآن الهاجس اللي موجود عند الشباب هاجس شعبي وليس قبلي. القبيلة نعم نحتز بها، أنا كعربي دائما أحتز أنه أنا مثلا أرجع لبني هاشم اللي هم أشراف. أنا ماكر. وكثير من الأخوة لأنه لا نعرف جذورا منين لازم يكون إلى قبيلة فلان، لكن هذه كقبيلة ككيان، ولكن لا، يعني إحنا كشعب أحوازي ذات نسيج وذات قضية. والآن أنا حتى قبل 10 سنوات من طلعت ما كان هذا الشيء موجود أبدا، والآن أكثر تطور، الآن أكثر تطور، ما تبقى شيء إلا ناس يعني غلابة فقرة، يعني يمكن شويتهم في حالات تعصب، والأكثر يعني أنا نعول على الأكثر، الأكثر كلهم بخير، وشعب الحوازي ما نخاف عليه أبدا. ما يقدر يفرق الفارسي، ما يقدر يفرق، لأن إحنا وصلنا إلى إن شاء الله إلى الوعي، قمة الوعي. لكن نخشى أن يحصل مثل يعني هذه الفترة، فيبدأ يعني يضرب الأحوازين بعضهم البعض. أنا أقول أخوتي الأحوازين أنه النظام الإيراني، أنا لما ما سجنت كنت رجال شيعي وسيد طبعا موسوي، لكن هل رحمني لأني أحوازي وعربي؟ أبدا. وسجن الصابئي لأنه أحوازي، وسجن السني لأنه أحوازي. إذن النظام الإيراني لا يرحم السني ولا الشيعي ولا الصابئي ولا المسيحي ولا أي واحد عنده فكرة لخلاص، يريد أن يستخدمهم كأدوات فهذه أنا إن شاء الله هم ما يحتاجون وصية، أنا مطمئن أنه شعبي شعب طيب وبسع متلقي ويسمع. والآن حضرات خاصة يعني إذاعتكم الموقرة الآن كثيرة ناجعة تسمع له، وإن شاء الله وصلوا إلى هذه الدرجة بل أعلى، أنه بعد أي فكرة جديدة من النظام الإيراني ما راح تأثر على شعبنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني رسالتك إلى القلة القليلة نعتبرهم قلة. نعم. من الأحوازيين الذين سخرهم النظام الإيراني للتجسس على إخوتهم. نعم. وعلى جيرانهم ويعملوا لصالح النظام الإيراني إما لمال أو لجهل، ما هي النصيحة التي يوجهها أبو خالد لمثل هؤلاء؟ والله أنا ما يعني حقيقة ما أريد أن أقلل من شأن، لكن أنا نصيحتي للناس اللي يرتزقون من النظام الإيراني أن طالما بعتهم إيتهم ما ملطخة بدماء إخوتهم الأحوازين أن يكفون عن هذا النظام. يا سلام. ويجون على الطريق الصحيح، لأنه هذه قضية حقة، والفارسي طول حياته ما يحبكم، يستفيد منك لضرب أخيك سواء أنه في الأحواز أو في العراق ما يفرق، أو في سوريا. فكل الناس اللي يستخدمهم إيران هم ترى وقود لا أكثر، وقود للنار. أنا أنصحهم أن يتراجعوا من هاي فكرتهم السيئة، وإن شاء الله يجون في ركب أخوتهم إن شاء الله. هذه نصيحة. شكرا لك أبو خالد على أن تحت لنا جزء من وقتك. العفو. تشرفنا فيك.
لك وأنت بين أهلك وبين محبيك وبإذن الله أن يعني تكون إقامتك هنا في هذه الفترة إقامة سعيدة بمشيئة الله عز وجل. لا شك. شكرا شكرا لك أبو أصيل على هذه الضيافة، وأشكر كادر القناة قناة وصال اللي هي صاحبة الحصة الكبيرة لنشر قضيتنا في العالم. الله يبارك فيك. شكرا لك أبو خالد. شكرا لكم مشاهدي الكرام على أن أتحتم لنا جزءا من أوقاتكم لمتابعة هذا اللقاء. اللقاء القادم إن شاء الله مساء الأربعاء القادم مع ضيف جديد يتحدث عن شعب من الشعوب المقهورة في إيران. انتظرونا إلى ذلك الحين. استودعكم الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.